يعطيك العافية جميعاً يا شباب. بجوز شفتوا إنه علامات الميد صارت available امبارح، نهاية التصليح والعلامات موجودة معنا. طبعاً أعلى علامة كانت 15، أو كان في مجموعة كبيرة من علامات 15 للأمانة، مش علامة واحدة. وأقل علامة للأسف 3.5، في برضو كمان مجموعة مش بسيطة جايبين تحت الخمسة. الأفريج كان عالي إن جنرال، 11 تقريبا معدل العلامات، which is good، يعني تحكي عن 70%. فكانت العلامات إن جنرال يعني منيحة. للأسف يعني أنا في ملاحظات كثير نبهت عليها بالمحاضرة اللي كانت قبل الامتحان عن بعض الأخطاء، ومع هيك كثير من الطلاب وقعوا فيها. يعني قلت لكم في سؤال وحكيت صراحة، يعني أنا مشيت بالأسئلة واحد واحد، وقلت في سؤال راح أطلب منك الإكويفالنت بارتيشنز، ومطلوب منك تحدد البارتيشنز، ومطلوب منك تحدد تيست كيس على كل بارتيشن. وقلت لك أنا فصلتهم، مطلوب واحد ومطلوب اثنين، وقلت أنا دمجتهم بسؤال واحد بدل ما تأخذ السبيسيفيكيشن مرتين وتقعد تتغلب فيها ولا تفهمها، فبتصير صعبة عليك. لا هيك عشان أوفر عليك، خلينا نحكي وقت الامتحان. طبعا الامتحان كان زي ما شفتوا يعني بالنسبة للوقت مش كثير مناسب، يعني الوقت يعني كان معنا مجال كبير، ما كان الامتحان بيحتاج لنص الوقت، يعني بنص الوقت تقدر تحل الامتحان وزيادة. أوكي، فبالنسبة للوقت يعني حسب حتى ما شفت الريسبونس تايم على الإي ليرنينج، هو معطيني فول ستاتستكس، يعني مبين كان انه الوقت المتاح اكثر من الوقت اللي بتطلبه الامتحان. وهذا وعدي لكم، قلت لكم انا لانه الامتحان راح يكون سيكونشال وان واي، فمرات بجوز الواحد يحتاج وقت على سؤال اكثر، فالمفروض انه ناخذ هاي الامور بعين الاعتبار. لو كان الامتحان ورقي اكيد ما راح يكون زي هيك، لكن لظروف الكورونا يعني انا مع انه الامتحان ما يكون طويل. فانا حاب اسمع فيدباك منكم، لانه انا هذا بجوز وجهه نظري، بجوز وجهه نظركم تكون مختلفه. طبعا انا راح احل الاسئله كامله، واكيد راح اقول لكم كيف راح افتح المجال للمراجعات اللي عنده مراجعه. طبعا الحل هذا الكي راح اعمل له بوست على الاي ليرنينج، بس لكن انا ما عملت له بوست قبل المحاضره لاني حبيت اناقش اول شيء كل الأسئلة والأجوبة معاكم. في ناس بعثوا لي على التيمز بعض الأشياء، أنا ما رديت على حدا للأمانة، مش إني مطنش، بس حبيت أول شيء نناقش الأسئلة وتشوف الحلول، وبعدين تشوف أنت بتحكم إذا كان حلك يعني تعتقد إنه فيه صح، أو تعتقد إنه أنا صلحت لك شيء غلط، برضو راجعني. أوكي، بحكي لكم كيف الطريقة، مش مشكلة، بس خلينا نناقش الأسئلة سواء. أو وحاب أسمع منكم للأمانة قبل مناقشة الأسئلة، راح أناقش الحلول. بالنسبة للوقت يا شباب، بالنسبة للستايل الامتحان، في أي ملاحظة عليه؟ لأنه يعني راح يجي الفاينل بشيء شبيه، يعني بنفس المستوى، بنفس التنسيق، بنفس ال، فإذا في أي فيدباك حاب أسمع. أوكي، لأنه أنا أجين بجوز 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 عمالي بحكي من وجهة نظري، فدائما بحب اسمع من الطلاب، بالذات يعني في التعليم لما يكون اونلاين في زمن الكورونا في خصوصيه معينه. فخلينا نشتغل مع بعض يا شباب بحيث الكل يستفيد. في اي ملاحظه اول شيء على الوقت وعلى ستايل الامتحان؟ الوقت كان كافي كثير دكتور. ممتاز ممتاز، حتى لو في اي ملاحظه سلبيه عادي يا شباب، احنا هون بنتناقش، مش انا لا سمح الله راح يعني خلينا نحكي آخذ على خاطري منكم ولا لا. لا أكيد لا، الهدف من هذا النقاش إن نطور العملية. أوكي، نحسن العملية قدر الإمكان بحيث تخدم الجميع. في أي ملاحظة على الوقت والستايل؟ انسونا من الأسئلة نفسها، الأسئلة نفسها لا راح أحلها أمامكم. أوكي، بالنسبة للستايل وقت الامتحان، طيب ممتاز، فإن شاء الله أمرح بحكي انه كان مناسب، يعني يا ريت الفاينل كمان يكون بهذا الشكل. ان شاء الله ان شاء الله الفاينل راح يكون بهذا الشكل، راح اعمل ريفيو سيشن زي ما عملت. اوكي، وراح بالفاينل بس راح اعطيكم توزيع العلامات كيف راح يكون برضو. يا ريت.
طيب يعني للأمانة، للأمانة أنا بعمل الشيء هذا لأنه الامتحان يعني أنا مضطر أعمله سيكوينشال، مضطر أعمله سيكوينشال يعني حسب التعليمات، وأنتم عارفين يعني مش فيش داعي نخوض بالتفاصيل. فلما يكون الامتحان سيكوينشال أنا بشوف إنه مرات ممكن يكون في ظلم على بعض الطلاب. يعني أنا مثلا لو أجي أحل ممكن 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 لسبب أو لآخر أدقر على سؤال معين، أنا باقي الأسئلة عارفها بس لسؤال معين. طب انا ممكن كان بالاوقات العاديه ممكن احل الاسئله وارجع له، لكن مع السيكوانشال يعني يعني انا بعمل الشيء هذا لنغطي شيء على شيء. اوكي، فان شاء الله الفاينل راح يكون بنفس الطريقه، راح نعمل ريفيو سيشن وراح انبه على مواطن الخطا يا شباب، وهاي باكد عليها. وللاسف يعني مش نبهت قبل الامتحان، ونفس التنبيهات اللي نبهتها في كثير طلاب غلطوا فيها، يعني كثير ناس خسرت بعض العلامات عشان مجاوبة على نص السؤال. طيب خلينا نبدأ بالامتحان. طبعا الامتحان بجوز لو لاحظته كان نماذج، لكن هو نماذج متكافئة. يعني أنا في عندي 6 أسئلة، على كل سؤال كان في نموذجين أو 3، لكن هم متكافئات. يعني تقريبا جبت نفس السؤال بتغييرات أو ممكن بطلبات مختلفة. عندي هذا الميثود اللي اسمه do، بياخذ two variables x y من نوع integer. ولاحظ هنا عارف لك بهذا الديسيجن، هذا الديسيجن بتكون من two conditions: if x اكبر من 10 and y اكبر من 10. اوكي، مطلوب منك انك تصمم test cases to achieve multiple condition coverage. ولما اقول multiple condition coverage انا بقول بدي انا I should cover all the possible combination of the condition outcomes in each decision. انا ما عنديش غير decision واحد فيه two conditions، وكل condition outcome له true false true false، فلازم يكون عندي 4 test cases. اكيد لازم يكون عندي 4 test cases. هلا في ناس طلع معاهم 2 تيست كيسز، وفي ناس واحد، وفي ناس 3، هاي نبهنا عليها بنقطه. ونقطه مهمه قلت لك انا بدي كونكريت تيست كيس، يعني راجعوا محاضرتي قبل الامتحان انا نبهت عليها، وحتى في احد الزملاء مشكور جزاه الله خيرا قال افصلهم وخلي مراجعه الامتحان بفيديو، وخلي الجزء اللي كملنا فيه المحاضره هاي تاعت الستيت ترانزيشن بفيديو لحال. ف اوكي، فقلت انا ما بدي تكتب لي انه اكس اكبر من 10 وتقول لي اكس اعطيني تيست كيس اكس اقل او تساوي 10 انها فولس. قلت لك هاي مش كونكريت تيست كيس، قلت لك اعطيني رقم لاكس. اكس انتجر معناته بدك تعطيني قيمه اكس انتجر وقيمه واي انتجر. فلاحظ هون لو كتبت 11 و11 دو 11 و11، 11 هون الاكس اكبر من 10 والواي ال 11 اكبر من 10، فحققت ترو ترو. 9 9 هذا اقل من 10 وهذا اقل من 10، فحققت الفولس فولس. 9 11 حققت الفولس ترو، و11 9 حققت الترو فولس. اليوم هذول الفور بوسيبل كومبينيشن، بس مش تكتب لي ترو فولس، اعطيني كونكريت تيست كيسز زي هيك. شو قيمه اكس وشو قيمه واي؟ طبعا في ناس معطيني قيمه زي كمان، مش عارف كيف طلعت معاهم، مع انه هنا يعني الادخال بيقول لك اكس وواي. اوكي طيب ان اني كيس، طبعا سؤال ثاني بس بجوز فورم ثاني. انا بجوز هنا كتبت اكس اكبر من 10 وواي اكبر من 10، هون كتب لك اكس اقل من 10 وواي اقل من 10. تقريبا عكست الكونديشنز، مش بالضبط عكستهم، بس هذا يعني حله بطريقه متشابهه. لكن ريمبر ان الكونديشن هاي على اساس نكشف اللي بينقل من الثاني. طبعا في ناس مجاوبيني على فورمز مش إلهم. اوكي طيب، والنموذج الثالث x اقل من 10 y اكبر من 10. اوكي طبعا هذا الحل اكيد راح اعمل له بوست على الاي ليرنينج اليوم ان شاء الله بعد المحاضره، عشان تقدر تراجع وتشوف حالك شو مسوي. اوكي، فهذا بالنسبه للسؤال الاول فيري سمبل، يعني المفروض انه الكل جاب فيه علامات كامله، يعني ما فيه أي صعوبة، very straight forward زي اللي أخذناه بالمحاضرة، ما اختلف عنه أي شيء. هنا أنا جايب لك decision table معين، وأكيد سأل عنه 3 أسئلة، كل ناس سألهم سؤال شكل.
فهذا الديسيجن تيبل انا معطيك بقول لك شو الكونديشن، شو الاكشنز اللي راح تتحقق اذا هذول الكونديشنز كانوا موجودين. فبقول لك given the following decision table, what's the maximum loan amount and term of loan. انا في عندي maximum of loan, maximum loan و term of loan. اوكي okay. هذول شو هم اذا كان عندي that will be given if the client age is 25. client age is 25 يعني 25 اقل من 55 صح، فلازم يكون هذا true الكونديشن هذا true. And he has a good credit history. هاي good credit history برضو لازم يكون true. يعني يا بدك يا بتتحقق قروض واحد يا اما اثنين. اوكي بعدين بقول لك he has a good credit history، بقول لك and he is a member since 2005 يعني قبل 2010. فاللي تحقق معي اللي true true true. فاكيد بده يكون الماكسيمم لون اماونت 1000 والترم اوف لون 12. اوكي طيب السؤال الثاني، وطبعا يعني انتم طلع لكم سؤال واحد، كل واحد طلع له سؤال. بيقول لك واتس ذا ماكسيمم لون اماونت اند تيرم اوف لون اذا كانت الكلاينت ايج از 55. هل ال 55 اقل من 55 يا شباب؟ اكيد فولس، معناته ما فيش غير رول 5 اللي راح تطبق. بغض النظر ما في داعي اكملهم. اوكي بما انه هذا فولس بغض النظر حط لك دونت كير هنا، اللون راح يكون صفر والترم اوف لون راح يكون صفر. هلا هنا الفرع الثالث او الجزء الثالث او الفاريشن الثالث خلينا نحكي، بقول لك الكلاينت ايج از 25 معناته هذا ترو بده يكون واحد من هذول الاربعه. باد كريدت هيستوري معناته مش جود كريدت هيستوري، معناته بده يكون يا هذا يا هذا. اوكي بعدين بقول لك he is a member since 2000 and عفوا هنا and he is a member since 2005 معناته هذا يكون ترو، معناته انا حققت رول ثلاث اللي هي 500 مبلغ القرض وعلى ست اشهر سلام. اوكي طيب هذا برضه السؤال very straightforward ما فيه اي تريك، مباشره المفروض انه الجميع قدر يجاوبه. اوكي طبعا اغلب الاخطاء اللي كانت موجوده هون انه واحد ناقل الحل من الثاني، فكل واحد طلع له نموذج شكل لكن ما علينا. طيب بالنسبه لسؤال ثلاث انا معطيك سبيسيفيكيشن معين لانبوت فيلد، بقول لك هذا الانبوت فيلد بيقبل ارقام الطلاب اللي بتتكون من اكزاكتلي خمسه ديجيتس، رقم الطالب قلت لك خمسه ديجيت ولازم يبدا بواحد او اثنين، بالرقم واحد او اثنين يعني يمكن يكون لازم خمسة ديجيتس ولازم يبدا بالواحد او اثنين. قلت لك هنا اعطيني الايكوفالنس بارتيشنز وصمم لي تيست كيس على كل بارتيشن. اكيد الفاليد بارتيشن اللي هم الفايف ديجيت نمبرز اللي بتبدا بواحد او اثنين. اوكي مثال عليها 1 2 3 4 5. في ناس فصلوهم هذول قالوا لي تو فاليد كلاسز، 5 ديجيت نمبر تبدا بواحد 5 ديجيت نمبر تبدا بواحد. That's absolutely fine. بصير برضه. اوكي. هلا الانفاليد الارقام اللي اقل من 5 ديجيتس او الارقام اللي اكبر من 5 ديجيتس فيها او الارقام اللي 5 ديجيتس بس ما بتبدا بواحد او اثنين. هاي بيوز كثير ناس نسيوها. اوكي لانه ممكن يكون خمسه ديجيت لكن بيبدا بثلاث مثلا او بيبدا باربعه او بيبدا بسبعه، هذا انفاليد. تمام؟ في ناس حلوا لي الطريقه بطريقه غير، قالوا لي معناته بما انه بيبدا بواحد او اثنين معناته الفاليد كلاس كل الارقام اللي هي من 10,000 ولغايه 29,999 برضه جائز بصير عادي. اي نفس الشيء يعني. بس ايش احنا فصلناهم بطريقه مختلفه. اوكي هذا نفس السؤال تقريبا، بقول لك هنا باسورد فيلد اقل شيء 5 كاركترز واكثر شيء 8 كاركترز، لكن بقول لك الباسورد لازم must include one symbol character، لازم يكون فيها symbol زي الدولار ساين الهاش ساين مش عارف ايش الات، لازم يكون فيها symbol. نفس الشيء. بعتذر على المقاطعة بالأول. اتفضل. دكتور السؤال اللي قبل اللي هو الانفاليد. تمام. تست كيس الثانية غلط.
اللي هو less than 5 digit هو حاط 6 هنا. ايوه مظبوط مظبوط مظبوط، هاي مشي للصفر هون هون هيك دكتور بدنا نخصم علامه. طيب بصير less than 5 digits معناته بتكون 4 كمان، أربعة عليك علامة طيب كاملة بالضبط. صار هاي خصمت عليها نص علامة مش علامة. بس انا خصمت لك المثال كتبت بدال 1 2 3 4 2 1 3 4 5 نص علامة. هلا اذا انا خاصم لك شيء وانت تعتقد انه بتستحق اكثر لا مش مشكلة، مش مشكلة. لا انا قصدي انه هلا انا بالنسبة للمراجعات يا شباب يعني مش غلط، بدي اطلب منكم اللي عنده مراجعه انا راح اعمل بوست لهذا الشيء على الاي ليرنينج، بس عندي رجاء اللي عنده مراجعه يبعت لي اياها بايميل مش على التيمز، لسبب انه التيمز بتجيني عليه رسائل كثير من باقي الطلاب ومن مشاريع التخرج، فبالنسبه للايميل بتضل هالعمليه موثقه، فلو ما جاوبتك اليوم بجاوبك بكره بعده وبعده، بس بضل حقك محفوظ، عرفت علي؟ بحط الايميل انا انريد وراح اجاوبك عليه، بالتيمز عمالها بتضيع الامور. يعني بيجيني عدد كبير من الرسائل حتى من طلاب مش موجودين عندي لا بشعبه ولا بمشاريع تخرج، اوكي؟ وبرضه كمان يعني لما بدك تراجع لا تقول لي السؤال الاخير والسؤال الاول، لانه انتم عارفين الامتحان بيجي راندوم. فاعطيني السؤال بالضبط، اعطيني شو اللي بتعتقد انه صار مش صح بالضبط. وقول لي شو المطلوب، اوكي؟ وانا ان شاء الله راح اجاوب على كل هاي الايميلات والاستفسارات، اوكي؟ بغض النظر لو ما جاوبتك اليوم او بكره راح اجاوبك، راح يجي الدور واجاوبك. تمام؟ فحقك ان شاء الله محفوظ. طيب. فهون بالنسبه للباسوردز الفاليد كلاس اللي هم كل السترينجز اللي من 5 ل 8 بشرط انهم يكون فيهم وان سيمبل كاركتر. الانفاليد اللي هم اقل من 5 او اكبر من 8 او اي سترينج بغض النظر عن طولها اذا ما كان فيها سيمبل. اوكي دكتور تفضل. هون انت خاصم لي نص علامه السؤال. ريام احنا حكينا، بحكي لك انا بشر بيوز خصمتك وانا مش عارف، فقلت لك ابعتي لي ايميل. اوكي ما راجعك هون بالايميل؟ لا لا، لانه هنا في يعني في برايفسي، هلا بجوز ايمن مثلا يستحي يحكي لي عن شغله انه هاي، فابعت لي بالايميل بحيث انه نحفظ خصوصيه الطلاب. تمام؟ تمام اوكي، يعني ما بدي خلص كل وقت انه هو المفروض انه فعلا ورقه الامتحان طبعا عندنا هنا بجوز يعني كلها بتجيني اخذ ورقتي، هاي ايام قبل الكورونا اخذ ورقتي عن صاحبي ما بعرف كل واحد، ف to preserve the privacy ابعتوا لي ايميل، ايميل مش على التيمز، ايميل، ايميلي معروف مكتوب على السيلبس mhzinati@justedu.jo. تمام يا شباب؟ اوكي راح اجاوب على الجميع. طبعا ما حكيت لكم بالنهايه ما بعرف انا بيوز يعني بيوز يعني يكون سقط سهوا، انتوا عارفين البشر وهو بيصلح، لو انه البشر ما بيغلط ما كان درسنا تيستينج صح ولا لا؟ كان كل اللي كتبوا الكود كان الكود شغال 100% وما في داعي للتيستينج. انتوا اعملوا تيستينج للتصليح تبعي وبعثوا لي اذا في اني ديسكريبنسيز. تمام؟ هي تيستينج برضو. بالنسبة لهذا السبيسيفيكيشن يا شباب، هذا السبيسيفيكيشن أنا حاولت أريحكم فيه بس مش عارف ليش يعني ما وضحت الصورة، قلت لك هذا طبعا ما وضحت الصورة لبعض الناس، أقول لك في كثير علامات 15 يعني بقول لك هذا نظام بيحسب الأوفر تايم، فبقول لي أول 40 ساعة ما عليهم أوفر تايم، بعدين بقول لي next 5 hours يعني انه لما اقول لك next 5 hours يعني بعد ال 40 يعني قلت لك هون maximum of 45 هون ايش انا بعطيه 50% اللي اشتغل لغايه 45 ساعه بالاسبوع انا بعطيه له لغايه 50% ال next 10 hours يعني بعد ال 40 وبعد ال 5 يعني كاتب لك اياها صراحه انا هون قلت لك a maximum of 55 يعني ال 55 داخل فعلى اساس ما اغلبك وعلى اساس ما تحكي انه في لانجوج ومش لانجوج كاتب لك اياها صراحه انه لغايه ال 50 لغايه ال 55 عفوا
هذا بنعطيه 100% اوفر تايم. ويقول لك بعد هيك يعني قلت لك greater than 55، يعني 55 مش داخل، يعني بعد ال 55 انا بدي اعطيه الاوفر تايم 150% لكل ساعة. فالمطلوب هنا بقول لك which of these group numbers fall into three different equivalence classes. انتوا عارفين انا لو بدي اقسم الاكويفالنس كلاسز بدي اقول من 0 ل 40 ومن 40 ل 45 ومن 45 ل 55 واكبر من 55، صح؟ فهلا 35 و40 هذول بنفس الكلاس، هاي بكلاس مختلفه، فهذا بغطي تو كلاسز. ال 40 اوكي بكلاس، لكن 50 وال 55 ذا سيم كلاس، فهذول بيغطوا تو كلاسز او تو بارتيشنز، تو ايكويفالنت بارتيشنز. لكن هاي ال 40 هي بارتيشن وال 50 في بارتيشن اخرى، لانه انا في عندي من 0 ل 40 ومن 40 ل 45، فهذا بالاولى، من 40 ل 45 ما فيش فيها، ومن 45 ل 45 هذا فيها ل 55، واكبر من 55 فهذا ل 3 كلاسز. لكن هذول كلياتهم اكبر، او خلينا هذول تو كلاسز، 55 بكلاس وهذول بكلاس، فهذول تو كلاسز، فهذا بغطي اكبر خلينا نحكي عدد ممكن من الايكويفالنت بارتيشنز. فهذا هو خلينا نحكي الكلاس او الاوبشن اللي بغطي اكبر عدد من الكلاسز او من الايكويفالنت بارتيشن. نفس السؤال هذا بس سألته على الباوندري فاليو اناليسز. هلا حكينا الباوندري فاليو اناليسز، اللي بيصمم الكلاسز هو عارف الباوندريز. فالباوندريز انا في عندي 40 وفي عندي 45 وفي عندي 55 وبس، هذول اللي على الباوندريز بالضبط. اوكي، فلاحظوا هنا 29 وال 30 هذول مش على الباوندريز اصلا، ال 40 وال 41 ماشي. اوكي تمام، فهذول في عندي تو فاليوز بالباوندريز. اما هذا انا في عندي ال 40 بالباوندري وال 39 برضه كمان راح تكون لانها بجنبها. ال 45 على الباوندري وال 55 اكزاكتلي على الباوندري، فهذول بغطوا اربعه باوندري تيست كيسز، هذول بغطوا اثنين. هذول ال 49 مش على الباوندري وال 50 مش على الباوندري، بضل عندي ال 55 وال 56 ماشي، هذول تو تيست كيسز، هذول اربعه. اوكي، هذا 40 ماشي، ال 50 لا، ال 51 لا، 55 على الباوندري، هذول تو باوندري تيست كيسز، فهذا بيغطي لي اربعه، معناته هذا اللي بيغطي اكبر عدد ممكن من الباوندري فاليو تيست كيسز. تمام؟ تفضل. الله يتفضل. هلا مثال الجواب هو بي، طيب مش الافضل لو حطينا بدال 39 اللي هي 56 يكون كلياتهم هيك؟ شوف هلا لو حطيت 56 بصير، انا مش سالك، انا مش سالك شو هي الباوندري فاليو تيست كيسز بالضبط. انا بقول لك مين بيغطي اكثر عدد من الباوندري فاليو تيست كيسز، بس ال 56 اكيد هي باوندري فاليو. انا قلت لانه ال 55 هي على الحد بالضبط، واللي بجنبها مين هم بدهم يكونوا، ال 56 وال 54. انا على اساس ما اخربطكم، عرفت علي؟ يعني اتفاديت اني احط قيم كثير بجنب بعض على اساس تكون مبينه. يعني لما اقول هون 50 و 51 هذول اصلا مش باوندريز. اوكي تمام، يعني كان ممكن انا اصمم السؤال هذا بطريقه مختلفه، اقول لك هاي السبيسيفيكيشن وانت اعطيني الباوندري فاليو تيست كيسز كلياتها يوزنج مثلا تو فاليو ابروتش او الثري فاليو ابروتش، يكون الجواب هو بي نفسه بس بدال 39 56. لا ال 39 برضه هي بجنب ال 40 صح ولا لا؟ هلا هي جنبها بس بس هي انا بحكي هنا تو فاليو، مضبوط تو فاليو ابروتش. اوكي بس هلا ال 39 شوف يعني تو فاليو ابروتش خلينا نرسمها شوي، يعني نرسمها. طيب بالنسبه لل 39 انتوا اول بارتيشن هي من 0 ل 40 100% 40 داخله، فال40 داخله واللي بجنبها بده يكون 41 صح 100%. بس لكن البارتيشن الثاني اللي هي من 40 ل 40 مش داخل، لا ايش لا اللي هي 45 صح، فبدها تكون ايش؟ بدها تكون 40 41، فبتكملهم زي هيك، عرفت علي؟ طبعا هذا اذا كان 2 فاليو، او اذا كان 3 فاليو بدك تاخذ ايش ساعتها؟ بصير في اوفرلابينج. اوكي؟ تمام؟ طيب دكتور هسه ال 40 هون راح تكون فاليد ولا انفاليد؟
فعليا الأربعين هي valid. valid بالنسبة لمين؟ الأربعين valid بالنسبة لهاي هاي أو لا هاي equal to or 40 less than or equal to 40 فهي valid بالنسبة لهذا البارتيشن الأول. آه دكتور أنا لأنه لما قرأتها فهمت إنه الأربعين وما تحتها هو invalid فضليت ربع ساعة على هذا السؤال مع إنه حليته صح بس لحد الآن مش مقتنعة هي مش invalid هو ما بتعطيهم over time هي في فرق قلت لكم بس مش هلا يعني بيوز يعني وضحت الصورة أكثر بالنسبة لك تمام. هناك بحكي لما أحكي invalid معناته ما بيقبلوا من حيث المبدأ لكن هنا أقل من 40 أنا بقبلهم كمدخل لكن ما بعطيهم over time أوكي ما بعطيهم over time. هلا مثلا خلينا نحكي بالنسبة للعلامات علامتك لو كانت أقل من 50 لا سمح الله لو أعطيتك مثلا 35% بالمادة هلا هي علامة راسبة بس هي علامة valid هي failed هي بالنسبة للابليكيشن وايز هي failed لكن بالنسبة للمدخل هي valid input بيقبلها السيستم يعني بيقبل يدخلها هذا الفرق بين valid و invalid تمام؟ أوكي بالنسبة لهذا السؤال يعني هو نفس الأسئلة اللي شفناها بالمحاضرة بس أنا غيرت الكونديشن ولا هو exactly the same يعني راح تشوفوا إنه فيه نفس خلينا نحكي نفس المثال تقريبا وهذول تقريبا التو كونديشنز يعني ما بيأثروا على بعض وما حطيت لكيش لا زائد ولا ناقص حطيت print statements هون أساس أحكي لك يعني إنه الأمور straight forward ما بغير على قيمة السي ولا الدي أوكي على أساس إنه ما تغلب هلا لو غيرت لك على قيمة السي والدي بدك تتأكد شوية هيك بيكون فيها الأمور شوية تريكي فأنا قلت لا ما بدي أخلي الأمور تريكي بدي إياها ستريت فورورد. طيب فلاحظوا هنا كم تيست كيس عندي لأغطي كل الستيتمنتس أنا طالب هنا الستيتمنت والبرانش كل الستيتمنتس أنا ممكن أغطيهم بتيست كيس واحد بقول مثلا قيمة السي 850 وقيمة الدي مثلا 5 ف 850 و 5 يعني 855 أقل من ال 900 فغطيت هاي الستيتمنت وغطيت البرنت والإند إف بعدين إيش؟ السي 850 أكبر من 800 معناته غطيت هاي الستيتمنت وهاي الستيتمنت وكملت فغطيت هنا كل الستيتمنت بـ one test case فأكيد الجواب ما راح يكون دي راح يكون يا إما A يا إما B يا إما C أوكي؟ بعدين بالنسبة للبرانش مستحيل البرانش يعني اغطيه بوان تيست كيس ما انا سويت الوان تيست كيس غطت لي بس الترو بارت بدي اسوي كمان تيست كيس لاغطي الفولس بارت فهون مثلا بدي قيمه للسي اقل من 800 خلي قيمه السي ناقصهم 5 وقيمه الدي 850 فهون او بدل 850 1000 مثلا اوكي الدي فهون هاي صارت فولس وهاي صارت فولس فتو تيست كيسز غطيت فيهم البرانش وان تيست كيس غطيت فيه الستيتمنت نفس الامثله اللي حليناها بالكتاب نفس السؤال بس سالتك كم تيست كيس بدي اغطي كل البوسيبل سيكونس اوف ستيتمنتس اللي هو الباث كفرج راح احط لك اياه بين قوسين اوكي الباث كفرج اكيد بدي اربعه مره ترو 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 فولس فولس ترو وفولس فولس هذولا الفور possible execution paths اوكي طبعا بما انهم هذولا خلينا نحكي مش مرتبطات مع بعض ما فيش عندي infeasible paths اوكي زي ما شفت مثلا بالمثال اللي كان ب السلايدز هنا بس خلينا نحكي straightforward طيب هذا فرع ثالث يعني جزء مختلف شوي لكن بنفس المبدا يقول لك هنا A اكبر من B اذا كذا else كذا بعدين قلت لك اذا C تساوي X اذا print كذا هلا الستيتمنت كفرج مستحيل ما هذا في عندي هنا F else مستحيل تتغطى ب one test case حيث المبدا لما يكون في عندي F else معناته يا بغطي ال F part ال true part يا بغطي ال else part الاثنين مستحيل تغطوا مع بعض
مستحيل يكون one test case for statement coverage، لكن ممكن أغطيهم أنا ب two test cases. المرة الأولى بغطي هذا true مثلا مع true، والمرة الثانية بغطي false هذا مع أي شيء بدي إياه. فبدي two test cases، فبصفي الجواب يا بي يا سي لل statement coverage. وبالنسبة لل path coverage ما هو زي هذا السؤال، وزي السؤال اللي أعطينا خلينا نحكي بالمحاضرات، يعني true 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 false false true وfalse false. فبدي أربعة لأغطي الباث كامل. فالجواب هو B. بالنسبة لسؤال ستة موجود الجواب بالسلايدز as is. يعني هذا حكوا بجوز حكيت لكم إياها أنا. قلت لكم راح يجيكوا سؤال essay question، قلت لك الجواب موجود في السلايدز. مش هيك حكينا؟ على أساس ما أغلبك. طبعا بتحكي عن نص الطلاب يجوز ما جاوبوا هذا السؤال، مش عارف أنا. ف يعني بحكي لك عن الكومبليشن والإكزيت كرايتيريا، قلت لك أعطيني تو إكزامبلز عليها. قلنا ممكن يكون الكفرج، ممكن النمبر أوف فولز فاوند، ممكن الكوست، التايم، انتهى الكوست، خلص التايم، الديدلاين. هاي كلياتها أمثلة على الكومبليشن أو الإكزيت كرايتيريا. الجواب موجود بشكل صريح في السلايد. أوكي؟ ونفس الشيء بالنسبة لهذا السؤال، قلت لك أنا اللي هو الباوندري فاليو أناليسيس هو بغطي الإكويفالنس بارتيشنينج، لكن إحنا بنستخدم الاثنين سوا. ليش؟ برضو كمان الجواب موجود صراحة في السلايدز، يعني هذول الثلاث نقط عملت لهم كوبي بيست من السلايدز. بقول لك لأنه مرات لو التست فيلز، هل الهول بارتيشن رونج ولا بس الباوندري؟ الباوندري دائما هي أصعب تو سيت أب. وبعدين testing only extremes may not give a confidence. في ناس كتبت لي إنه because I don't know the internal structure of my software I have no assumption about the internal structure. هي نفس الشيء ترى على فكرة. أوكي؟ نفس هذول النقطتين. فالجواب موجود معنا. الجواب موجود معنا بالسلايدز. وهذا السؤال by the way إذا بتسمع التسجيل لما سألتوني شو ممكن يجي essay questions حكيت هذا السؤال أنا وجاوبته. اوكي اسمعوا التسجيل موجود فيه، يعني مش مخبي عليكم شيء. اللي كان مصحصح معانا شوي وحضر المحاضره اكيد عرف الجواب. طيب هذا بالنسبه للامتحان يا شباب. بعد المحاضره مباشره ان شاء الله بعمل ابلود للاجوبه، واللي عنده مراجعه يا شباب يبعث لي بالايميل، راح اكتبها اناونسمنت على الاي ليرنينج. ابعث لي بالايميل شو الموجود، لانه بالايميل انا بقدر احصر وبقدر اجاوبك وبقدر اعرف مين اللي جاوبته ومين اللي ما جاوبته. بالتشات شو اللي بيصير؟ انه بيكونوا ترتيبهم بتغير، واحد بيبعث لي من شعبه ثانيه، واحد بيبعث لي مش سامعك، واحد مش عارف ايش، بتتخربط الامور وبضيع ما بعرف مين اللي جاوبته ومين اللي راجعت له ومين اللي ما راجعت له. اوكي؟ فرجائي انك تبعث بالايميل طبعا بعد ما نخلص المحاضرة وأعمل أبلود للكي سوليوشن. في أي ملاحظة على الامتحان بشكل عام؟ طيب ممتاز. نرجع بس شوي، أنا عارف إنه يوز يعني مشينا بوقت المحاضرة، نرجع شوي بس نكمل. أيمن في سؤال؟ لا دكتور، بس أنا عارف يعني الامتحان كان نوعا ما سهل. بس بدنا نطلب بونص. نطلب بونص. طيب خلي البونص للجزء النظري والاخر الماده، خلينا نشتغل بالبونص. يعني دكتور شفت يعني مثلا حتى انت هسه بالكيز كان في هيك واحد نزلت سقطت سهوني يعني. وهو دائما 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 بيكون في اشياء سقط سهوني. لازم يعني احنا نفس الشيء، يعني حتى مثلا انا في السؤال تاع عدد التست كيس انا كنت باعت لك سالك عنه في قبل الامتحان في يوم. وجاوبتني أربعة بالامتحان غلطت وحطيت اثنين، معني نفس السؤال نوعا ما. نفس السؤال نوعا ما، بس انه خلص في الامتحان تخربطت وحطيت اثنين. ما هو احنا شو حكينا بالتستنج ليش بتصير الاخطاء احنا عندنا؟ عشان هذا الشيء صح ولا لا؟ انا بحكي لك بشر. بشر. طيب على العموم خلينا بنحكي عن شوي بعد، كمان شوي مش كمان شوي يعني، بس نمشي بالفصل شويه بنحكي عن البونص وشو ممكن كيف ممكن نساعد الطلاب او نعطيهم فرصه تو كومبنسيت، يعوض عن الاخطاء اللي بتصير خارج عن ارادتنا. طيب
نحكي عن هاي، بس انا بدي هذا الشغل بديش اياه فور فري، ما بدي اعودك انك تاخذ يعني الشغل فور فري، لا بدي العلامه تكون مستحقه، يعني بنعطيك شيء تشتغل. انا هيك كنت يعني درجه العاده بالفصول السابقه انه بيكون في عندنا شيء معين، تاسك معينه، بس تطبيق عملي بيكون. اوكي باي ذا واي، ان شاء الله راح انزل يعني الهوم ورك اولموست ريدي، راح انزله سون، اي ويل اناونس الهوم ورك فيري سون. نرجع لموضوعنا، احنا تحدثنا عن الستاتيك تيستينج وحكينا احنا في عندي الدايناميك تيستينج والستاتيك تيستينج. بالنسبه للدايناميك تيستينج حكيت هذا التيستينج اللي بيتم لما اعمل اكسكيوشن للبروجرام تبعي، بشغل البروجرام وبقارن الاوتكم للتست كيسز مع الاكسبكتد الاكتوال اوتكم مع الاكسبكتد اوتكم. لكن قلت في الستاتيك تيستينج قلت انا هذا inspired من الكومبايلر، أنا ما بشغل السوفتوير، أنا دائما بدون تشغيل السوفتوير بعمل inspection للبرنامج تبعي، بعمل inspection لأشوف هنا مش عمالي بطلع أنا على البجز والفيلرز. طبعا أنا حكيت الكومبايليشن ايرورز هاي out of questions، compilation ايرورز هاي بيجاوبني عنها الكومبايلر، بعملها الكومبايلر إلي، لكن هنا أنا بطلع على المواقع اللي ممكن انها تسبب لي مشاكل في المستقبل. هي مش خطا، وشفنا من الامثله انه لو شغلت البرنامج البرنامج راح يشتغل بشكل صحيح 100%، لكن المشكله كانت انه مثلا لما كان عندي متغيرين، واحد اسمه فولت وواحد اسمه فولتس، قلت في المستقبل ممكن يجي واحد يخربط بينهم. اوكي فهاي potential source of problems in the future. اوكي هاي بتاثر على الكواليتي اوف ماي سوفتوير، ممكن تأثر على الـ understandability، على الـ extensibility، على الـ maintainability، على كل هاي الأمور يعني وأكثر. أوكي؟ فهون أنا بدور على الـ potential source of the problems، مش بدور على الـ errors والـ bugs والـ failure. العملية مختلفة شوي. وشفنا بعض الأمثلة، شفنا الـ data flow analysis والـ control flow analysis والـ computational errors والـ data declaration errors والـ logical errors وما أو الـ interface وما إلى ذلك، وعطينا أمثلة على بعض الأمور اللي بتهمنا. أوكي؟ يعني في بعض الأمثلة لما بالذات حكينا عن الـ criteria اللي بقيم عليها، زي مثلا الـ complexity criteria، زي cyclomatic complexity، زي الـ nesting level، زي الـ object oriented metrics، زي الانهيرتنس، زي الانهيرتنس تري ديبث، او زي خلينا نحكي الكابلينج والكوهيجن. كلياتها هاي الامور، هاي المتريكس انا بستخدمها، هي ما فيها صح او غلط، لكن فيها كواليتي اوف ماي سوفتوير. اوكي هذا الكواليتي ممكن ياثر علي. وحتى في كان سؤال يعني من احد الزملاء قال الكواليتي يعني هاي مش إشي essential، يعني مش إشي ضروري، أو هاي luxury، هاي ترف هاي. ولما بعدين حكينا لا، الكواليتي صارت ضرورة الآن. أوكي لأنه إذا ما اهتميت بالكواليتي أنت you will run out of business soon. إذا خلص، إذا صار معروف عنك أنت الكواليتي إلك مش نافع، معناته ما حدا راح يجي عليك. أوكي فالكواليتي صار بطل luxury، صار requirement الكواليتي. فلأجل هيك المودرن يا شباب، المودرن زي الديف أوبس مثلا، بتسمعوا في الديف أوبس، المودرن software engineering processes هو انتقل، تحول من الكواليتي أشورانس. لما أقول الكواليتي أشورانس هذا بيجي بالأخير بعد ما ننتج المنتج ونتأكد المنتج جاهز، نتأكد من الكواليتي له. هذا كانت الترند القديم. فهلا صار نسمع في الديف اوبس وما الى ذلك من امور، انتقلنا لشيء كونسبت اسمه الكواليتي اسيستنس. بيقول لك الكواليتي شود بي بيلت ديورينج ذا ايرلي ستيجز. اوكي بطلت لكجري. اوكي فالكواليتي يا شباب، يعني خلينا نحكي لما اعمل الستاتيك تيستينج انا بهتم بالكواليتي اسبيكت اوف ماي سوفتوير. اوكي خليني انا ناسي اعمل الفول سكرين.
فشرحنا أمثلة كثيرة وقلت في بعض الأشياء بيوز يعني ما بتهمنيش كثير, that's absolutely fine. وقلت لكم بالذات هذولا خلينا نحكي two sets of slides اللي بيحكوا عن الستاتيك تيستينج فيهم كلام كثير. أنا قلت لك لأغراض الامتحان ما رح أسألك عنه, ولو إنه حتى السلايدز موجودة عندك وأمامك ما رح أجي أقول لك كيف الأورجنايزيشن للستاتيك تيستينج تيم بتم, شو وظيفة المودريتر, شو وظيفة السكرايب, شو وظيفة مش عارف إيه. هذا كل الحكي ريحتك منه. أنا قلت لك لا تدرس, أدرس الأمثلة اللي حكينا عنها زي الداتا فلوير. طبعا أكيد لو بدي تحكي لي شو ممكن يجينا أسئلة أقول لك أنا ممكن أجيب لك كود سنيبتس وأقول لك شو البوتنشال سورس اوف بروبلمز بهاي الكود سنيبتس, شو يعني مش أقول لك هي شو المشاكل لكن شو الأشياء اللي ممكن تسبب مشاكل. أوكي, هاي من الأمور اللي يعني خلينا نحكي نتطلع عليها إحنا لما نعمل الستاتيك تيستينج. فهنا لما تقول ووك ثروز, لما تقول كل هذا مش داخل. الديسك تشيك هذا هو عبارة عن تريسينج. الديسك تشيك مرات بيكون ضروري عندي لأنه مرات بدي أشوف أنا يعني لما كنت أعمل تيستينج كنت أشوف القيمة النهائية للفاريبل. الديسك تشيك هو شبيه في الديباجينج, بيورجيني كيف بتتطور القيم الفاريبلز, كيف يعني بتتغير during the execution. بجوز هذا يكون مش effective process للأمانة يعني الديسك تشيك, لكن مرات بنحتاجه. مرات تكون عندي القيمة غلط بس لكن أنا مش عارف كيف طلعت القيمة هاي غلط, فبصير أعمل زي tracing. بجوز كنا تعلمنا نعمل كيف نعمل tracing وكيف نعمل debugging to my software. فلو جينا على هذا البرنامج مثلا اللي هو calculate discount price, ففي عندي price وفي عندي discount percentage, واللي discount اللي هو اللي price ضرب discount percent على 100, والdiscount price يساوي اللي price ناقص discount ويطبع discount price. فبدي أدرس أنا الvariables هذول اللي موجودين كيف تتغير قيمهم. بقول شو في عندي variables, في عندي discount, في عندي discount percent وdiscount price, وفي عندي price, وشو في عندي input وoutput. بقول مثلا هنا لنفترض إن دخلت قيمة البرايس 200 والديسكاونت بيرسنت 10, فصارت هذا الفاريبل قيمته 200 وهذا الفاريبل قيمته 10. الديسكاونت بده ينحسب طبعا, هذا لاين نمبر 2. اوكي, هذا اللاين نمبر رقم 2 عملت انبوت. اللاين نمبر رقم 3 انا حسبت قيمة الديسكاونت اللي هو برايس ضرب ديسكاونت بيرسنت ضرب 100 او تقسيم 100, ف 10 في 100 على 100 ولا 10 في 200 على 100, فقيمه الديسكاونت بعد تنفيذ اللاين رقم 3 صارت 20. اوكي, بكمل اللاين رقم 4 بيقول لي ديسكاونت برايس يساوي البرايس ماينس الديسكاونت اللي هو 200 ناقص اللي هو 20, فصارت قديش قيمه الديسكاونت برايس 180. رقم 5 واللي هنا اطبع ديسكاونت برايس, وهنا بطبع لي الاب ديسكاونت برايس 6, خلاص هي اللي هي عند ما بسوي شيء. فانا بعد تنفيذ كل لاين كيف قيمه الفاريبل تتغير. هاي هي بس الديسك تشيك باختصار. طبعا ممكن الديسك تشيك ممكن يكون في سيلكشن, ممكن ما يكونش سيكوينشال. هذا سيكوينشال, نفذت انا في عندي هنا 6 لاينز فبكتب 1 2 3 4 5 6, او ممكن يكون عندي سيلكشن. لو هنا اذا كان عندي اف ستيتمنت معناته هذا النقطه 4 و5 مش شرط يتنفذوا. اوكي, انا بقول لي انبوت للبرايس, واذا كان البرايس اكبر من 100 خلي قيمه الديسكاونت كذا والبرايس كذا, بعدين 7 ديسبلاي للبرايس. فبدي اطبع او بدي اشوف هنا الفاريبلز, بعدين هذا سيلكشن ديسك تشيك. فلاحظوا هنا نفذت 1 2 3 4 5 6 7 8 لانه كانت قيمه الانبوت او قيمه هذا الكونديشن ترو, لكن اذا كانت فولس معناته انا بدي اعمل سكيب لللاين اللي هم 4 و5. الايتريشن ممكن يكون في عندي برضه ايتريشن, يعني هنا مثلا هذول 3 و4 و5 دخلت في لوب, فهذول بتنفذوا اكثر من مره. طبعا اجين بحط الفاريبلز ولاحظوا هنا
ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ثلاثة وأربعة، نفذوا أكثر من مرة. أوكي؟ تمام يا شباب؟ ديسك تشيك بسيط وكأنك بتعمل تريسينج. وفي عندي كمان من خلينا نحكي من الستاتيك تيستينج تكنيكس اللي هو البير ريتنج. أنا بقيم البرودكت تبعك، السوفت وير برودكت تبعك. طبعا لما بدي أقيم المفروض انه انا هاي جزء من الكواليتي اشورنس باي ذا واي، اوكي؟ فبقيم السوفت وير تبعك، انا لما بدي اشوف الاركتكتشر واشوف الديزاين ممكن احكم على المينتينابيلتي. يعني مثلا لنفترض ايمن اجى عمل لي كومبوننت وعمل لي كومبوننت ثاني، واحد كومبوننت هذا تاع السيل وواحد كومبوننت تاع التاكس، وشفت انا انه هذا التاكس، هذا البرامج اللي موجوده هون بتقرا دايركتلي من الميثودز والاتريبيوتس اللي موجوده هون، فبقول هذا الكود في عندي كابلينج عالي، في عندي كابلينج عالي معناته المينتينابيلتي صعبه، الاندرستاندابيلتي صعبه، الكلاريتي صعبه. لكن ممكن يجي مثلا احمد يقول انا هذول ترى بيتعاملوا مع بعض عن طريق انترفيس او بورت معين، ما هذا التاكس مش شايف الا السيلز ولا السيلز شايف التاكس، هو بيتعامل مع الانترفيس، وممكن اي واحد يجي يعمل امبلمنتيشن هذا الانترفيس. بقول هذا بلاجبل اركيتكتشر، هذا موديولار ديزاين، فهذا هايلي مينتينبل، هذا الكلاريتي له ممتازه جدا، هذا المينتينابيلتي له اسهل بكثير. اوكي، فبقدر اقيم. طبعا لما بدي اقيم هون المفروض انا مش انه والله يعني التقييم بيكون جزافا، لا، في بده يكون التقييم على علم. بدنا نستخدم المتريكس اللي حكينا عنهم المره الماضيه، الاوبجكت اورينتد متريكس، سايكلوماتيك كومبلكسيتي، اللاين اوف نمبرز. يعني لما اجي اشوف ميثود فيه 2000 لاين اوف كود، على طول بقول هذا الميثود بيؤدي اكثر من وظيفه. اوكي، معناته في هذا الميثود شود بي ريفاكتورد، بدي اعمل له ري انجينيرنج، بدي ارد اضبطه. اوكي، في شيء مش مزبوط فيه. فالبير ريتنج هنا بالنهايه احنا ممكن، طبعا لما اقول بير احنا بنقيم شغل بعض. ليش احنا بنقيم شغل بعض؟ مش لنتصيد لبعض الاخطاء، لانه انا اذا بدي اقيم شغلي نفسي انا ممكن اكون بايز، بيكون انا بكون ايموشنلي اتاتش بدون ما اعرف. اوكي، فبحتاج سكند اي، بنسميها السكند اي، لانه دائما يعني مثلا انا كتبت التست كيس قبل شويه والمفروض انها تكون اقل من 5 احرف وانا كاتب 6 احرف وما شفتهاش، لكن ما شاء الله عليكم انتم مسكتوها على السريع. اوكي، فهذا اللي بيصير، السكند اي تقدر تكتشف الاخطاء بشكل اسرع. فلأجل هيك بنعتمد البير ريتنج از ا بارت اوف ذا كواليتي اشورنس بروسيس. هذا من جزء من الستاتيك تيست، بنقيم طبعا حسب كرايتيريا معينه، نستخدم من الكرايتيريا من الامور اللي حكينا. طيب هذول باي ذا واي شباب اللينكس فيهم ريسورسز كثير مفيدين للي حاب يعني خلينا نحكي يستزيد بموضوع الستاتيك تيستينج. بس انا حاب اعلق على شغله، لو فتحنا هذا اللينك الاول، اوكي هذا فيه بعض الميستيكس بس انا اوكي. طيب كل عماله بيفتح نفس الشيء. اوكي، هذا من موقع دي زون، هذا يعني المواقع المشهوره للديفلوبرز. هذا بيحكي لي مثلا هذا الجافا كود ريفيو تشيك ليست. احنا قلنا لما بدنا نعمل ستاتيك تيستينج بده يكون عندي تشيك ليست، بدي اشيك على بعض الاشياء. والتشيك ليست لاحظوا هو مقسم لي اياها كلين كود، سمعتوا في الكلين كودينج؟ كلياتكم على وجه تخرج يا شباب، لما بدك تيجي تقابل مع الشركات بيقول لك شو يعني كلين كود، كيف بدي اعمل
how I'm gonna achieve the clean code. فلما بدي أكتب كود يا شباب, I must make sure إنه هذا الكود should be clean. يعني بالمقابلة ممكن يطلب منك تعمل implementation لشيء معين, وممكن إنك تعمل implementation هذا بشكل صحيح ولكن ما تحصل الوظيفة, لأنه بجوز اللي بيقابلك عماله بيدور على بعض الأشياء, بباله بعض الأشياء. فهاي الكلين كود هاي نصائح, هاي نصائح من الإكسبرت بالفيلد. بيقول لك لازم الكود هذا, طبعا هذا الكلين كود هذا برضه كمان ممكن تلاقي كتب فيه, لكن هذول أهم الأشياء. بيقول لي هنا بالنسبة للنيمينج, لما تستخدم variable use meaningful names. meaningful names. okay. one word per concept. واستخدم ال problem domain names مش x y z. okay. بعدين هون بقول لك ال classes should be small. ال function should be small. وفي عندي هون إشي اسمه do one thing. يعني ال function بجمع رقمين, مش بجمع رقمين وبحسب ال average وبحسب ال خلينا نحكي أقل علامة وأعلى علامة, كل هذا قسمهم يا أخي, خلي كل function يعمل بس شغلة وحيدة. وفي شغلة مهمة جدا جدا لإشي اسمه ال dry principle. dry يعني مش جاف, dry يعني don't repeat yourself, avoid duplication. إذا شفت إنك بتخزن المعلومة في مكانين معناته شغلك صحيح, إنه functionally لو بدك تعمل execution وtesting بطلع 100%, بس هذا potential source of a problem. لما تشوف الكود تكرر عندك في مكانين أو أكثر, وby the way في بعض الintelligent IDE زي الإكليبس لما تكرر الكود في أكثر من مكان في البروجكت تبعك على طول بيلقطها وبعطيك warning عليها. بقول لك you are avoiding the dry principle. في عندك duplication, في عندك repetition. بكرة هذا أنت بتعتمد عليه بتصير تعدل المكان وتنسى مكان ثاني. أوكي. استخدم الكومنتس, explain yourself in the code. استخدم الكومنت. أوكي. استخدم الفورماتنج الصحيح. الفورماتنج ممكن إنك تحط الفورمات ستايلز. كله هذا بدك هذولا التشيك ليست. طبعا أنا بالامتحان مش مطالبك فيهم. أوكي. لكن هذول بكره بدك تقابل انت حتى لو مش على وظيفه تيستينج انجينير وما بدك تعمل ستاتيك تيستينج, الكود تبعك لازم يحقق هاي الامور كلياتها. طبعا هذا مثلا كلين كود, وفي عندي مش بس كلين كود, في عندي سكيورتي. بيقول لك بالسكيورتي وايز, اذا انت في عندك كلاس وهذا الكلاس ما بدك تعمل له انهيرتنس, لازم الكلاس هذا يو ماست ديكلير ذيس كلاس از ا فاينل كلاس, عشان تمنع اي واحد يعمل له انهيرتنس ويعمل اوفر رايدنجز للميثود اللي موجوده فيه. اوكي. افويد الدوبليكيشن اوف كود, الدرايف برنسبل اللي حكينا عنه. الاتريبيوتس لازم تكون برايفت اذر, يعني الا اذا في شيء معين. كلياتها هاي ايش؟ تشيك ليست. فهاي برضه كمان ديورنج الستاتيك تيستينج ممكن تطلع على هاي التشيك ليست. البيرفورمانس synchronization sections لازم تكون small. طبعا انت synchronization اللي احنا بنستخدمه على اساس نشيل الديدلوك. انا ممكن احط كل الكود as synchronized code وما بصيرش عندي ديدلوك, بس هيك بكون ما استفدتش من فكره المالتي ثريدنج. فاهم الامور اللي بتطلع عليها في الستاتيك تيستينج. اوكي. وفي عندي بعض الجنرال كونسبت زي الاكسبشن لازم استخدمها, زي خلينا نحكي avoid finalizers. To string هذا must be overrided, the equals method must be overrided. وراح نشوف الخطورة إن ما نعمل هذا الشيء. راح نعطي live demo إن شاء الله في الأيام القادمة ونشوف لو ما عملت overriding the equals method شو ممكن يصير عندي أو شو ممكن مصائب تصير عندي. أوكي. وأنا مش منتبه له. هذا check list يعني ممكن إنك أنت تمشي عليه بفيدك لقدام. انا يعني بالامتحان يعني من الان حكي لك مش ساعدك عنه. اوكي. لكن هذا بليف مي راح يساعدك كثير, بالذات وانت عمالك بتدور على شغل. كل العالم عماله بيحكي عن الكلين كود, وانت از سوفت وير انجينير اذا ما كنت قادر على انك تو ديليفر ا كلين كود معناته يعني في عندك مشكله. اوكي. فهذا التشيك ليست اللي بتطلع عليه اللي بيكون مهم لك في الديليفرينج للكلين كود. وهذا في عندي الفايل الثاني
هذا فيه بعض الأمثلة بعض الأمثلة على كود، هاي كود سنيبتس، وكل كود شو فيه مشاكل. طبعا انسوا الكومبايليشن والسينتاكس ايرور. الكومبايليشن والسينتاكس ايرور هذا يا شباب will be detected by the compiler، لكن هاي الحمد لله. باقي الأمثلة بحكي لي هون مثلا انت مستخدم هذا، هذا احب احكي سينتاكس ايرور. في عندي هون مثلا unreachable code، زي انت حاط هنا مثلا حاط جمله بعد الريتيرن. هلا حتى هاي الانريتشبل كود اللي زي هيك صار الكومبايلر بيعطي عليه كومبايليشن ايرور. هلا بتشوفوا المودرن كومبايلرز عمالهم كل ما فيهم بيطوروها اكثر واكثر بحيث تكون مور انتليجنت. فاذا في عندي اي بوتنشال سورس اوف بروبلمز هذا كله ويل بي ديتكتد ايرلي. فعمالهم بيستفيدوا من الستاتيك تيستينج برينسيبلز، عمالهم كلهم بيعملوا لها انكلوجن في المودرن كومبايلرز. طيب في اي سؤال لغايه الان يا شباب؟ دكتور مثال على هذا انه بتطوروه زي الكوبايلوت. صوتك واطي كثير يا احمد، بطلت اسمع. دكتور مثال عليه زي الكوبايلوت. زي ايش؟ كوبايلوت. جيت هاب. ممكن برضه، ممكن ممكن انا يعني بجوز اسهل مثال اللي هو الورنينجز اللي بعطيك اياها الاكليبس. 100% 100% بس هذا الاكليبس ما هو يعني هو عندك لوكال، يا اما هذاك على جيت هاب. على فكره في عليه بعض الليجل ايشوز ريسنتلي، يعني مش عارف في عليه بعض المشاكل على الكوبايلوت، يعني بعض الليجل ايشوز ما بعرف شو هي للامانه، وشفت الارتكل بس ما قرات. في اي سؤال يا شباب؟ طيب يوز وصلنا لنهاية وقت محاضرة اليوم، الله يعطيكم العافية. وزي ما حكيت لكم إذا في أي سؤال أو أي استفسار عن خلينا نحكي أو مراجعة على الامتحان ابعثوا لي بالإيميل. تمام؟ طيب يعطيكم العافية وشكرا للجميع. يعطيك العافية. الله يعافيك.